الجمال أسرار. مشكورة حياة على هاد الوصفة التقليدية والبلدية كيف قلنا للكثير من الناس دزمان كانوا كيستعملوها وخاصة في الحمام، فهي وصفة اللي فيها مواد طبيعية وغير مكلفة وكذلك كتعطي واحد النتيجة اللي هي مبهرة ومع الوقت ومع المداومة أكيد فحنا كنحصلوا على بشرة اللي هي نقية واحد نقى اللي هو ملموس. أكيد بعد فقرتنا للجمال أسرار فحنا غنمشوا الفقرة الأمازيغية. الفقرة الأمازيغية كنقول الفقره الامازيغيه فاكيد غتنورنا عائشه منزل لاباس كي الصبح ربي ما كمل لاباس دارم عاقد قاعده ميغان ما كملت في الجيش كي الصبح ربي كلشي بخير بارك الله فيك جميله اللهم لك الحمد. اذا اليوم فانت قلتي غتعطينا واحد الوصفه لتسمين الوجنتين او للوجه قال كثير من نساء اللي كيكون عندهم مثلا الكور او الجسم كيكون يعني عمر شويه وكيكون الوجه ديالهم كيكون شويه ضعيف فكيقلبوا على وصفات اللي تقدر توالم او لا تقاد الدوره ديال الوجه مع الدوره ديال الجسم ديالهم او مع الكور ديالهم ككل. اذا بحال هند ما شاء الله عليها نعم ما شاء الله وانت كذلك انا عاد ولا وراه ما كاينوش انا من الناس اللي كان فعلا الوجه ديالي اللي صغير ما كانش عامر لكن بفضل ربي الحمد لله. اذا شنو هي الوصفه عائشه؟ نعم غمز وارو قبل هذاك الشيء ما غاتفكر الوصفه هي دي مسيد عزانين راس نزواري ني غتيفا ويندي سعدي تنوافو الكيد على خير غصا دغيك اللي سناو تمتنا غير جميله دغيك اللي ديوي غماس دار نفكيت الوصفه الدهري فولكين اللي تو سنا غماس نسدو سنا غد يعني كانيت انصحو ودمن نغسلو انت الوجنتين اللي سنا نغد ودم بصفه عامه يدور ورد من اي زيد نكا كيما صبح الباهند الوصفه تلقى طبيعيه 100% رفتو مباشره الف ك المقادير النساء تغنجو تمقور ان تفيضاس نغد حلبه مطحونه الكاس انوامان سمات غنجاوين تخمرت لسان تعجان اغروم استنفسي نغد استندوب غيميكي كنوامان هذا سنعاود اول تبات نغ جميله اذا غنجاو تمقور ان تفيضه سي تصدان يعني حلبه مطحونه عادي الماء سماس الكاس نومان سنات غنجاوين غد سنات المعلقات نتخميرت نغروم عفوا يفسين غماس يمكن ومان رفتو غير سماس الطريقه نغد تغرس ارنس مركز نغدا ارنس خلاط تا غنجاو تنطفي ضاس غمس الكاس نوامان اللي دار نغيلان ارتي المان تكا غمس نيكين تاكات تاكي خطرغا لمدة 5 دقائق نض سموست انتو سدادين من بعد اول ما تنغ جميلة تنصف ساي مزيان يعني ارت نتحرك ارت نصرها يعني تبع لي دي باش هذا استعاود ان شاء الله ارت نصرها غمس نيكين تاكات غيكين العفيت ما كيس نصرها الكاس النوامان اللي نقاتي في ضاس يعني معلقه مقور نغد العشق مقور نغد في ضاس اللي تصدى نغد المطحونه ارتني الماس موسو غيكين تاكات لمده نسموس انتو سدادين نغد 5 دقائق من بعد ارت نصر ساركي تبرد نسيتي خميرت لي نسفسي غيميك كنوامان يعني نسيتي نسمركس يعني ارت نسخلط مزيان 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 اركي ايكا خليط متجانس مزيان منسكر عاد نسير دو من الصابون اللي نميرت سنسيريد من بعد عاد نمسح المنتجات لمده 5 دقائق عاد نتاسي الوصفه اللي دار نغيلان عاد نتكا على شكل ود من عاد زود تقيس ندلك نهضر نسكر الماساج لمده 10 دقائق بدون توقف ياك 10 دقائق السفلى سوره زيت يعني خصها تحترم ضروري السيده نهض وانا ريسك الوصفه يض يحترم تي زياد نهض المده يض من بعد ولت معنو جميله كي بدات تيد وانا ني قال كرا الماسك نذكر الوصفه ود منس وري خصها يضصا علاش باش القسمات نود منس ادور كمشن الى اخره فاش ادور يجمعها يقن فوق ينزكر البيت يق واحد من بعد هادو كان يسلو لود منس هادو كان يسير دود منس عاد نسير سماس نوامان عاديين يعني ما نبردين فحتى ما نبردين تحافظ نفمس البشره يما ويدير غني كي نسن زود غاتيريات الشيخوخه مبكره غنمس البشره اذا يستحسن دائما نسير البشره نغسل وانت تود سماس نوامان بردين من بعد ولت ما
جميله دين دوكا نسير دو دمن رت نتمسح سماس ان ومان الورده تاع سي القطن نذكر المنديل اللي كان ناعم عزاز نتمسح ودمن سماس ان ومان الورد غاكودان رطلاح اي غاكودان رطلحت دائما الفرق رطلحت ميكسي ميكر تعود الوصفه يا دمنا وتيكال غماس الاسبوع كرات والو لا كوصول يوميا رد زات الفرق ما شاء الله وروك رسون بين كي دي مولا هند جميله بصحه والراحه. اذا مشكور عائشه على هذه الوصفه اللي قلتي فهي كتحاول انها تسمين اولا يعني الوجه الدوراتيلو كتعمر شويه وخاصه الوجنتين اولا الحنيكات فكنحتاجوا فقط معلقه ديال الحلبه مطحونه كاس ديال الماء وشويه ديال الخميره اللي ولا معلقه الخميره جوج معلقات ديال الخميره ديال العجين اولا ديال الدار اللي كنعملوها شويه ديال الماء من بعد فحنا كناخذ واحد الكاسرول اللي كنعملوا فوق العافيه وكنحاولوا كنديروا داك الماء اللي مع الحلبه حتى كيسخن لينا مزيان ثم كنضيفوا عليه هاد الخميره اللي يعني ذوبناها شويه ديال الماء تنخلطوا مزيان انس مركزيه هذيك يعني كنخلطوا مزيان حتى كيولي لنا واحد الخليط اللي هو متجانس ثم كنعملوه بحال كناخذوا بعدا الوجه ديالنا ماشي كناخذوا الوجه ديالنا كنجدو كنغسلوه بصابون اللي مولفين كنغسلوه به وكنغسلوه بالماء وكنشفوا الوجه ديالنا مزيان كنرتاحوا شويه خمسه دقائق ثم كناخذوا هذا الخليط اللي كنعملوه على الوجه ديالنا بطريقه دائريه يعني كنبقاو غاديين غير بجوج الاصابع كنبقاو غاديين بحال اللي كنعملوا واحد الكوموج اولا واحد ديك الوجه ديالنا وخاصه الوجنتين كنبقاو غاديين بهذه الطريقه المده ديال 10 دقائق كيف ما يمكنش لنا نفوتوها نحترموا الوقت كيف قالت عائشه كنخليوه ونحاولوا فهي هذه الكل كيقول انا ملي كنعملوا ماسك على الوجه ديالنا نحاولوا اننا نسترخاو ونفكروا في شي حاجه اخرى ونكونوا مرخيين وما نضحكوش باش ما يكونوش دوك التقاسيم ديال الوجه. من بعد كنغسل الوجه ديالنا بالمورد او لا باي صابون بغينا ياك عائشه. نعم جميله ترجمت مزيان تبارك الله عليك ما ديما نقولوا بصحه وراحه كنقولوها للجميع السيدات شكرا لك جميله شكرا لهند كذلك. مشكوره عائشه اكيد اللقاء غيتجدد بك ان شاء الله يوم الاربعاء وما يكون باس على البرد فهذا الجو ما يتلام هذا هو الجو طول ولكن بحال زوينه بارك الله فيك. اذا اكيد غنمشيو لاخر